Thank you يمكن ان تبدو فعلا اصغر بعشر سنوات من عمرك وما هو الغذاء المفقود الذي يحقق هذا الهدف وما هي اسرار الشباب الدائم واهم عنصر غذائي للتخلص من التجاعيد والترهل وكيف يمكن ان نحصل على الغذاء الاول لزياده صلابه العظام وتقويه صحه المفاصل انه الكولاجين هذه الهبه الربانيه التي سنتعرف على اسرار دقيقه لعملها في اجسامنا وكيف نستثمر هذه الماده وكيف نحصل عليها بشكل طبيعي هذا هو مرق العظام وهو سائل يحتوي على عظام وانسجه ضامه مخمره ويستخدم عظام البقر او الدجاج او السمك احيانا لطهيه لكنه يحتاج إلى ساعات للوصول إلى المرحلة المطلوبة للحصول على فوائده الغذائية التي تجعله مكملا غذائيا طبيعيا للكثيرين. في هذا المرق يتواجد بروتين الكولاجين، والكولاجين هو أحد أهم أنواع البروتينات التي تلعب دورا هاما في الحفاظ على نضارة وشباب البشرة. كما انه مهم جدا للحفاظ على صحه الجسم والعظام والمفاصل وغالبا ما يتواجد هذا الكولاجين الذي يتوفر في هذا المرق في الجسم على هيئه سلاسل رفيعه وطويله نسبيا مكونه من جزيئات بروتينيه متراصه باحكام تتميز بمرونتها وقوتها يدخل الكولاجين في تركيب الاربطه والاوتار والجلد والعضلات والعظام كما تدخل نسبه اقل منه في تركيب اجزاء اخرى من الجسم مثل الاوعيه الدمويه والاسنان هذا الكولاجين الذي يمكن ان نستخلصه بهذه الطريقه يكون على هيئه الياف متماسكه ومتراصه بقوه ويدخل في تكوين اجزاء مختلفه مثل الجلد والعظام والاربطه وبعض أنواعه تتكون من ألياف رخوة بعض الشيء وغير متراصة، ويتواجد عادة في الغضاريف في المرينة، ويدخل النوع الثالث من الكولاجين في تركيب العضلات موفرًا لها الدعم الذي تحتاجه، كما يدخل في تركيب أعضاء الجسم المختلفة والشرايين. ما الذي يحدث في جسمك عندما تحرص على تناول هذا المرق إلى نظامك الغذائي؟ ونتحدث هنا عن المرق الذي يطهى بالطريقة الصحيحة من أجل استخلاص المواد الفعالة وتحقيق الهدف العلاجي. عندما تتناول المرق، فأنت تمنح أنسجة الجسم المختلفة القوة والمرونة التي تتناسب مع بنية ووظيفة كل منها. كما انك تمنح العظام صلابتها وتمنح الجلد نضارته وليونته وعندما تتناول هذه الهبه الربانيه فانت تمنح الغضاريف مرونتها التي تساعد المفاصل المتصله بها على الحركه وللاسف الشديد عندما يطرا اي انخفاض على مستويات الكولاجين في الجسم والذي يوفره لنا هذا الطبق بشكل رائع فان هذا يؤثر سلبا على الجسم بشكل عام ويؤدي انخفاض مستويات الكولاجين الى ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعه على الجلد والاصابه بمشكلات هضميه قد تنتج عن ترقق البطانه الداخليه للقناه الهضميه وضعف عام في عضلات الجسم وتقلص الكتله العضليه وقد تصاب عندما لا تحرص على اضافه هذا النوع من الطعام الى نظامك الغذائي بتشنج وتصلب في اربطه واوتار الجسم والام متفرقه في المفاصل والاصابه بالفصال العظمي وتلف الغضاريف من المهم اذن ان تتعلم طرق رفع مستويات الكولاجين طبيعيا او حتى باستخدام بعض المكملات الغذائيه بوعي وسنتحدث الان عن كلمه السر التي تحقق لنا الاهداف العلاجيه يوجد عده طرق مختلفه لتحسين مستويات الكولاجين في الجسم ورفعها او على الاقل ابطاء عمليات تلف الكولاجين التي قد تحدث مع التقدم في العمر من اهمها ان يتواجد هذا الطبق في نظامك الغذائي على الاقل مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع واذا ما اردنا تعزيز القيمه الغذائيه لهذه المرق يمكن اضافه بعض الاطعمه الغنيه بفيتامين سي وهذه كلمه السر في الحصول على فوائد الكولاجين وتحقيق الاهداف العلاجيه ويجب هنا ان نضيف الفلفل الاحمر الحلو ويمكن اضافه البروكلي والكزبره ويجب أيضًا أن نحرص على تواجد مصادر فيتامين سي على المائدة عندما نتناول هذا النوع من الطعام، إذ أن عملية الامتصاص والاستفادة لا تتم إلا بتواجد مصادر فيتامين سي الطبيعية، حتى أن المكملات الغذائية فالأفضل هي التي ترتبط مع مركبات فيتامين سي من أجل تحسين الاستفادة. وتتواجد في الأسواق مكملات الكولاجين، ويشير اختصاصيو التغذية العلاجية أن الكولاجين على شكل مكمل غذائي قد يعود بنتائج إيجابية تنعكس على البشرة والعظام وصحة الجسم بشكل عام، وتساعد هذه المنتجات على رفع مستويات الكولاجين في الجسم بالفعل، ويجب أن تعرف في النهاية أن هذا الكولاجين هو الشبكة الخرسانية لبناء الجلد. وتنصح النساء بتناول الكولاجين يوميا فهذا له دور رائع في تحسين صحتها والوقايه من مرض ترقق العظام والكولاجين وهذا الطبق تحديدا يعتبر بديلا طبيعيا رائعا يغنيك عن مخاطر البوتوكس وله دور رائع في ازاله التجاعيد ودعونا نشير اننا عندما نتناول هذا المرق فنحن نحصل على العديد من الفيتامينات والمعادن ونحمي المفاصل والعظام ونعمل على تخفيف الالتهابات وتناوله يساعد على النوم وله دور حيوي في عمليات فقدان الوزن. نتمنى ان نالت هذه المعلومات اعجابكم، شكرا لكم على حسن المتابعه وكرم الاصغاء، وهذه تحياتي محدثكم احمد وفريق عمل. معرفه واكثر نحن معرفه واكثر هدفنا دستور غذائي كامل نستحضر اكبر قيمه ننتمي اليها نفع البشريه في كل مكان يستطيع كل انسان ان يستفيد اكبر فائده اذا وعى ما نذكره من معلومات اسهم في كشفها والوصول اليها الاف العلماء والاطباء منذ فجر التاريخ الطبيعه هي الام الاولى للبشر وهي ملاذهم الاخير وشعارنا اعدل عن الدواء الى الغذاء